كل شيء نختاره ونقتنيه ليكون من حولنا له معنى. هل حلمك الإشراف على معرض كبير؟ هل تستطيع أن تأخذ فكرة ما وتبني منها معرضاً؟ هل العناصر التي ستكونها ستجعل الناس يفكرون؟ هل ستكون رسالتك مثيرة وذات معنى ثقافي؟ جائزة كيوريت مقدمة من هيئة متاحف قطر ومؤسسة برادا، وهي مفتوحة للجميع سواء كنتم من عالم الفن أو لا. لا توجد أي قيود أو شروط، وسيتم اختيار الفائز من حيث الإبداع والأهمية الاجتماعية لموضوعه. شارك، فقط حمل مقطع الفيديو الذي يشرح لنا فكرتك. ماذا ستنظم؟